علينا كلنا، لان انت هتلعب في المغرب والجمهور وانت والدنيا مولعه على السوشيال ميديا زي ما انت شايف، بس ان شاء الله نكسب ونحقق النتيجه، بس مش هتبقى نتيجه سهله، ده اللي انا شايفاه. رجاله ان شاء الله هنكسب والتاسعه تيجي للاهلي تاني ان شاء الله. ان شاء الله نرجع ونكسب الكاس التاسعه ان شاء الله. 1-0 ازارو زي النجم الساحلي باذن الله، 1-0 ويخلص الماتش على كده ويرجعوا بالبطولة إن شاء الله. أقول له بإذن الله وراك شعب مصر كله ووراك جماهير الأهلي كلها لا يقل عن 60-70 مليون، وإن شاء الله بإذن الله كلنا قلوبنا معاه وهو أكيد حاسس بينا يعني. قول لي أنت عايز تقول إيه بقى؟ أنا كنت عايز أقول بس هو الجول اللي هيجيبه هو مؤمن زكريا، هما هيجي 3 أجوان مؤمن زكريا ومتعب إن شاء الله وبس. الاصابات طبعا لها تاثير كبير جدا، بس برضو الجمهور يعني في وسط جمهوره هيبقى لعب وغير لعب هنا يعني. قولي لي للعيبه والكابتن حسام بدري. افريقيا يا اهلي افريقيا. قولي لي حابه تقولي النهارده وتوقعاتك ايه للمباراه؟ ما تخذلوناش ان شاء الله، افريقيا اهلاويه باذن الله. كام النهارده توقع الاهلي يكسب؟ 2-1. قولي لي شايفه النهارده المباراه ازاي ومين نجم المباراه من وجهه نظرك؟ هيخلص 0-0 ان شاء الله. قولي لي توقعاتك ايه النهارده للمباراه وشايفه المباراه النهارده ازاي؟ 2-1 ووليد اشهر هيسجل ومين تاني؟ 0-0 ان شاء الله. 2-1 ان شاء الله ووليد اشهر هيسجل ومين تاني ممكن يسجل؟ وعبد الله السعيد ممكن. قولي لي النهارده انت حابه تقولي ايه وشايفه توقعاتك ايه النهارده للمباراه؟ ان شاء الله 2-1 للاهلي. بس قولي لي للعيبه وللكابتن حسام البدري في رساله كده، رساله تحفيز تقولي لهم ايه؟ ربنا يوفقهم ان شاء الله ويرجعوا مصر ان شاء الله بالفوز. انا شايفه ان احنا لازم ان احنا نفوز، يا اما مثلا 2-1 يا اما 1-0، علشان احنا المره اللي فاتت تعادلنا على ارضنا، وانا حاسه بامل كبير جدا ان احنا نفوز النهارده. قولي لي في لعيب معين يبقى نجم المباراه النهارده شايفاه توقعي ان هو يبقى متالق؟ لسه التشكيله انا ما اعرفهاش كلها ايه اللي نازل، بس انا اتوقع ان احنا طبعا هنفوز وهم هينزلوا ناس كويسين. بس قولي لي بتتفائلي لما بتتفرجي هنا على المباراه في النادي الاهلي في الجزيره ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله ربنا يستر يعني. توقعاتك ايه وشايفه المباراه النهارده ازاي؟ لا ربنا يستر نفوز ان شاء الله. تقولي ايه للعيبه والكابتن حسام البدري في رساله قبل المباراه؟ ان ربنا يوفقهم وان شاء الله نفوز يعني ويفرحوا مصر وكده. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم ويرجعوا لنا معاهم الكاس. هو الاجواء في النادي الاهلي وحوالينا لو يشوفوا الوضع ويشوفوا فرحه الناس من قبل الماتش، اللعيبه هي كده كده بتعمل اقصى ما في وسعهم، ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بالكاس ويفرحوا مصر زي ما فرحنا في كاس العالم باذن الله. وان شاء الله باذن الله ينورونا في كاس العالم للانديه باذن الله باذن الله. صعوبه المباراه ايه من وجهه نظرك، جمهور الوداد ولا الاصابات اللي عند النادي الاهلي؟ لا جمهور الوداد، الاصابات ده وليد سليمان اتك على نفسه ولعب رغم الاصابه اللي عنده، اي لاعب عنده اصابه ممكن يتك على نفسه لانه ماتش ليه تاريخ وليه قمه للاعب قبل النادي نفسه، فالوداد وان هو خارج الملعب بتاعه، لكن املنا في ربنا كبير ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بالكاس باذن الله. اشكرك. مستمرين معاكم وهاخد رايك وانطباعك ايه على المباراه وشايف النهارده النادي الاهلي يرجع بالكاس رقم 9 ولا لا؟ ان شاء الله هنبارك للنادي الاهلي النهارده زي ما هو معودنا دايما في اللحظات الاخيره، وان شاء الله هنبقى زي منتخب مصر هيصعد لكاس العالم، ودايما النادي الاهلي نادي القيادات ونادي البطولات ان شاء الله، وان شاء الله كلنا نفرح النهارده. قول لي لو في رساله حابب توجهها للكابتن حسام واللعيبه تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يكون في عونكم، طبعا عليهم ضغوط عاليه جدا، بس هم ان شاء الله قدها وقدود ودايما بيعودونا ان هم النجاح هم اهم حاجه عندهم. قولي لي حابه تقولي ايه وتتوقعي ايه للمباراه وتحبي تقولي ايه للعيبه قبل المباراه دي؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب وهيرجعوا لنا منتصرين باذن الله، واحنا وكلنا وراهم ان شاء الله.